انتوا زي ما انتوا عارفين ان المنتخب مستنيه مواجهتين اكيد مهمين جدا 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 في مشوارنا للمونديال. منتخب موريتانيا ان شاء الله في الجوله الثالثه، والجوله الرابعه كمان هيكون لينا اكيد لقاء في غايه الاهميه في التصفيات المؤهله لكاس الامم الافريقيه 2025 في المغرب، هيستضيف منتخب مصر منتخب موريتانيا، ده هيكون يوم 11 اكتوبر، وهيكون لقاء الجوله الرابعه في نواكشوت في يوم 15 القادم. منتخب مصر يعني قدم اداء كويس جدا 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 في اول جولتين، قدر كمان ان هو يحقق الفوز على كاب فيردي وكانت النتيجه 3-0، وكمان على بوتسوانا وكانت النتيجه 4-0. اهميه المواجهتين القادمتين بالنسبه لمنتخب مصر قصاد موريتانيا في حاله طبعا تحقيق الفوز، ده هيوصل المنتخب ان شاء الله للنقطه ال 12، وده هيكون برضو يعني بالشكل ده حسم التاهل خلاص لكاس العالم باذن الله، وطبعا او كاس الامم عفوا، واللي طبعا يعني الوقت الحالي عندنا جيل ما بيفكرش في اي حاجه غير ان هو يحقق اللقب بعد ما خسر 2 نهائي في نسخه 2017 قصاد الكاميرون، وكمان في 2021 قصاد السنغال. شفنا الفتره الاخيره دي تالق لاكثر من لاعب، وكمان بنسبه كبيره جدا هيكون ليهم دور كبير في قائمه الكابتن حسام حسن المدير الفني للفراعنه، اكيد اكيد على راسهم سام مورسي نجم وقائد فريق ابسويتش تاون الانجليزي، خصوصا بعد الاداء المميز جدا اللي قدمه في الفتره اللي فاتت دي. كمان برضو قرب محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك ان هو يرجع مره ثانيه لقائمه الفراعنه، وده طبعا بعد التالق الكبير جدا في مباراه كاس السوبر الافريقي قصاد النادي الاهلي. برضو استقر كابتن حسام حسن على استبعاد احمد حجازي لاعب فريق نيوم السعودي من المعسكر اللي جاي، عشان يكون هنا بقى في سؤال مهم جدا، مين هيكون البديل؟ كمان برضو مستني كابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر التقارير الطبية الخاصة بمحمد هاني ظهير أيمن النادي الأهلي، عشان برضو يكون بيحسم الموقف الخاص باللاعب بشكل نهائي خلال الساعات اللي جاية دي، ويحدد برضو مين هيكون بديله في مباراة موريتانيا أو في المباراتين القادمتين اللي هيكونوا قصاد موريتانيا في تصفيات أمم أفريقيا 2025. كابتن حسام حسن كمان طلب من الدكتور محمد ابو العلا طبيب منتخب مصر ان هو يتواصل مع الجهاز الطبي للنادي الاهلي عشان يعرفوا التشخيص النهائي بالنسبه لاصابه محمد هاني ظهير ايمن الفريق، ويحسموا برضه موقف اللاعب من الانضمام لمعسكر الفراعنه اللي جاي. اتعرض محمد هاني زي ما حضراتكم اكيد تابعتوا خلال اللقاء لاصابه بكدمه قويه في الركبه، وده كان خلال مباراه السوبر ما بين الاهلي والزمالك، وبنسبه كبيره جدا فرص ان هو يلحق بمعسكر منتخب مصر فهي في الوقت الحالي يعني من الواضح كده ان هي صعبه، لكن اكيد برضو بيتوقف على التقارير الطبيه الاخيره اللي هتصدر عن النادي الاهلي. اهم حاجه ان احنا كلنا لازم نكون ورا منتخب مصر ومع اي مجموعه هيختارها كابتن حسام حسن، عشان نقدر ان احنا يعني نشوف الرؤيه بتاعته بتتنفذ، وكمان يرجع مره ثانيه منتخبنا الوطني الاول لا سابق عهده ان شاء الله. كابتن حسام حسن خاض لحد دلوقتي 6 مباريات مع المنتخب، حقق الفوز في 4، اتعادل في مباراه واحده، وخسر مباراه واحده كانت قصاد منتخب كرواتيا، وهو في الوقت الحالي زي ما حضراتكم اكيد متابعين بيتصدر ترتيب المجموعه في التصفيات اللي بتؤهل لكاس الامم الافريقيه بالعلامه الكامله. كمان برضه هو بيتصدر مجموعته في تصفيات افريقيا اللي بتؤهل لبطوله كاس العالم او المونديال برصيد 10 نقط من 4 مباريات. اكيد كل التوفيق بنتمناه لمنتخبنا الوطني الاول في الفتره القادمه ان شاء الله، يكونوا بيحققوا امال وامنيات الشعب المصري.